دار البيك تأسس من 14 سنة تقريبا. اختصاص دار البيك بلشنا على أساس اختصاصنا دجاج وبين على هذا ستاندرد هذا دجاج على طول. أنا أكثر شيء نحن معروفين بالبروستد. سفرنا خصوصي على أمريكا عملنا تريننج بشركة البروستد, جبنا معنا شهادة من شركة البروستد. سو نحن الوحيدين فينا نقول معتمدين إنه نبيع شيء اسمه بروستد, لأنه البروستد مفتكرين عندنا إنه كلمة مستعارة, أو هي شركة بأمريكا مختصة بس كيف بيعملوا الدجاج, يعني كيف يشتغلوا بالدجاج كيف يعملوا الدجاج. في عنا الإكسترا كريسبي بروستد, في عنا الكريسبي كيجن يلي بيعرفوهم اللبنانية بالبروستد الحار. بفتكر هول الصنفين يلي معنا كومبيتيتر فيهم بلبنان. في عنا كمان سبيسياليتي تبعيتنا يلي هو الفروج على الفحم يلي بحبوه كتير كتير بلبنانية, يلي كتير عنا مبيع فيه اسم الله, لأنه كمان بنشغل على طريقة معينة. باي ذا واي بكل تواضع أنا في اعتبر حالي أنا الشيف تبع دار البيت, لأنه كل الريسيبيز كانوا بيطلعوا من عندي أنا, ما في عندي حدا مستعير منه أنا النقعة أو مشتريها منه. السلد بدار البيك طبعا بتتغسل على بكره بتتحضر, وما بتنعمل السلد بدار البيك بكل فروعتنا, ما بتنعمل الا حسب الطلب. يعني بس يقول الزبون بدي هالكايند اوف سلد ببلش الشيف يحضرها ويعملها. ما عندنا شيء اسمه اعملوا سلد وحطوها بالبراد وبس يجي الزبون اعطوها, كيتشن هاي بسموها اوبن كيتشن. يعني كل شيء بده يشوف الزبون قدامه. يعني ما بكذب اذا بقول لك شغله كثير صعبه, نحن عنا هون كله عم يتحضر قدام الزبون. يعني الزبون عم يقف عم يشوف كيف عم تتحضر اكلته او ساندويشته او دجاجته. فخارة كونسبت انا كمان اخترعته شوي, هي كانت عن فخارة هاند ميد طبعا لبنانية الفخارة. هلا صرنا بالفخارة, تبولة بتروح بالفخارة, الفتوش بتروح بالفخارة. يعني هيدا سكشن خصوصي نحن عنا دفو صغير بدار البيك اللي ما فيه صالحه وما بدي صالحه, بتشكوا كتير منه زبونات. نحن متأخر, نحن منا قصة متأخر, نحن قصة انه بس يقول الو زبون بدي بروستد او بدي سلاد او بدي whatever بيتحضر المينيو تمام. يعني انا مبسوط وزبون بينطر شوي بس بياخد شي فريش. الدورة بشارع مستشفى مال يوسف. بيم بوس بلشنا نحن وياه تقريبا من شي 9 سنين, عدنا صرنا كتير عملنا كتير افكار, عطينا لبعضنا كتير افكار وبلشت تتطور شوي 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 شوي. وفي يقول لهلا مي يعني it's very easy, يعني بيفوت عم بيقعد على اللابتوب عم بيقعد على الكمبيوتر, ما مش ضروري يكون في عنده ولا شهادة ولا يكون من الجامعة. في موظفة عندي هون كبير شوي بالعمر تشتغل كمان على البروجرام, ما عندها اي مشكلة. يعني مديرة يعني على كل شيء تقريبا, الشباب لاين الدليفري الزبونات الاكل, يعني براقب على كل شيء. في عنا الديسباتشر كمان, هذا بس ندق الاوردر معن عند الاوبريتر بيطلع عندي الهون الاسم والعنوان, وبس بدي ودي الطلبية اللي عندي زبون بدق على الدرايفر بياخد الطلبية بيوصلها عند الزبون, بينحط اسمه بينزل اسمه انه هيدا الشاب اخد الاوردر. بروش صحن شباب رقم 3 يعملوا معروف مدى فوري اليسا طابق الثاني. اول ما يدق التليفون اول شيء كتير سهل الموضوع, بيطلع دغري الاي دي بيعطينا زبون اذا موجود قبل عنا, دغري بيعطينا اسمه عنوانه اي منطقه كل شيء, انه دغري فاست كاش وبتطلع كتير سهل. يعني ولا اسهل منك, كل شيء موجود ومسيب. سيرفيس تبعهم بجنن, يعني ات اي تايم فينا نحكي معهم الماكسيموم الوقت بيكون هذا ماكسيموم, اذا بيكون ساعتين بيكونوا صاروا عندكم. يعني هذه شغله يمكن مش يمكن انا جربت لانه ناس غيرهم اكيد ما بتلاقيها غير محل. شوي انا يعني بالنسبه لإلي أخذ شوية وقت مع جمعتين ثلاثة تا ركزت عليه ومشي الحال. هلا كتير هين عن جد البروجرام كتير حلو وكتير هين وما في يعني ما في تعرقل. بتذكر أنا مشي شهرين تقريبا كان في عنا بروبلم بهذا الفرع بالذات, كان عندهم شيء بالسيستم مش عم يسكر الصندوق 10 minutes
حللنا المشكلة. يعني هول الشغيل بنشوفهم ومننسى شو دفعنا عن بيم بوز, بس نشوف انه في صيانة مثل هيدا عم بتصير. صراحة أنا قبل ما أشتغل هون كنت أشتغل محل تاني, كان سيستم شوي صعب يعني. بيم بوز كتير سهل لأنه كل شيء مقسم. عمل بروجرام مخصوص للدليفري, بيقدر يعرف دليفري وين راح, أي ساعة راح, أي ساعة إجا, إذا كان عم بيلتهي. يعني هول كلهم بيوفروا علينا كتير أسئلة, إنه أنت وين كنت؟ لوين رحت؟ لشو تأخرت؟ من 1 to 10 بنعطي 2.5 بدخلي 1.5 لإلي. وآخر النهار وقت بدنا نسكر عشان الحساب بنزل لي كل شاب شو أخذ طلبية, يعني الحساب كله بيجي على الديسباتشير هون. في كتير زبونات بيقولوا لك بونجور مثل ما طلبت امبارح. كل شيء بيكون مسيف, كل شيء طلبه زبون من قبل, كل شيء موجود على السيستم ومقسم, أي نهار أي تاريخ كله موجود. يعني أنا من الناس اللي عندي 3 وير هاوس وعندي 2 سنترال كيتشن. كله هذا بيم بوس عمل بروجرام من حيالة وير هاوس, من حيالة سنترال كيتشن انسحب بضاعة, كيف تفوت البضاعة عن جد. رح نزيد لهم نصبة على الحرفيون 9 to 10 لأنه very very professional. في فترات بيجوا بيعملوا أبديت من بعد الساعة 12 أو الساعة 1 لأنهم بيعرفونا رح نسكر, سو بيسهروا عليها. يعني ما بيعطلونا شغلنا, بيجوا بالليل بقولولنا مثلا نهار السبت أو نهار الأحد أو whatever أي نهار نحن بدنا نبقى مسكر البروجرام وسكر كل الفروع تبعونا. بيجوا بيعملوا أبديت, وأبديت تبعنا يعني بياخد أوقات 3 to 4 hours. يعني جماعة معدون إجرائهم بعدهم على الأرض, يعني مش إنه نحن صار عنا شركة وكبرت الشركة صرنا ما عاش من ربع زبايننا. نو بعدهم هن بيتصلوا, هن بيسألوا صاحب المصلحة شو بو, وبين الإكيب كلها تبع بيم بوس, لأنه عندهم برجع بقول عندهم شغلة ما بيزعل الزبون شو ما كان يكون, بس لأنه عنده تيم عن جد very professional. أنا بنصح كل صاحب مطعم كل شيء اسمه food and beverage يشتغل على بيم بوس, لأنه كل الأسئلة الممكن يسألها رح يلاقيها عنده.